سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. رجعت لكم اليوم فيديو اللي كنتوا طلبتوها مني بزاف بعد ما شفتوا روتيني الاسبوعي للعنايه ببشرتي. كنت وريت لكم بعض الاجهزه الصغيره للعنايه بالبشره تاعي، وقلت لكم اذا بغيتوا ريفيو، يعني بغيتوا شرح مفصل عن كيفيه الاستعمال تاعهم، عن شنو الايجابيات والسلبيات تاعهم الى اخره، حطوها لي في التعليقات. وكنتوا بزاف طلبتوها مني فراح نديرها لكم اليوم. نبدا على بركه الله باول جادجت، اول جهاز صغير شفتوه في قناتي في الفيديو مؤخرا، اللي هو هاد الفرشات من فوريو. اكيد راح شفتوها بزاف في القنوات تاع اليوتيوبرز الاخرين، قلتوا بالك راهم يقسموا ولا مانيش عارف كيفاش، ولكن هذه هي حملة فوريو، شركة فوريو يعني بعثتها لي اكيد، ولكن انا مانيش هنا باش ندير اشهار فقط، ولكن باش نعطيكم رأي صريح فيها. واش اذا كنت انسانه عاديه مانيش يوتيوبرز، واش نحط درهمي فيها او لا؟ راح تعرفوا الاجابه الان. هذه شركه فوريو، شركه من السويد يعني سويدية، يصنعوا هذه الفراشي من لتنظيف الوجه وايضا لعمل مساج من السيليكون. الشيء الايجابي الموجود في السيليكون هو انه ما كانش بكتيريا من تغسلوها، مش كيما الفرشات اللي تنظف الوجه اللي كنت نستعملها سابقا او اللي استعملتها في الاول. يعني اذا ما عقمتوهاش اكيد اكيد راح يكون فيها بكتيريا، والبكتيريا راح تسبب لكم حبوب في البشره تاعكم، وهذا الشيء يعني حصل لي مرات عديده، ومع اني كنت نعقمها وننظفها دائما ولكن لا مفر. الحاجه المليحه فيها ايضا هو انها متواجده بدو فورما، يعني كاين الشكل هذا لونا 2 هذه هي، وكاين لونا 2 ميني يعني شكل صغير اللي ممتاز ومناسب جدا لحقيبه السفر، لانه هذه انا تظهر لي شويه كبيره باش ناخذها معايا كي نكون مسافره. الحاجه الثالثه ايضا اللي موجوده فيها واللي عجبتني بزاف هو انها متواجده لانواع بشره مختلفه، مش كيما الفراشي في الماركات الاخرى. يعني اذا كانت عندكم بشره عاديه راح تاخذوا اللون الزهري، انا خديت اللون الزهري لانه حسيت انه بشرتي ما عادتش ما بقاتش مختلطه الى دهنيه مثل السابق. انها متواجده ايضا للبشره الجافه، للبشره المختلطه الى دهنيه ممكن توجدوا اللي بغيتوا، كاين في اللون الازرق في اللون البنفسجي ايضا، فاختاروا الحاجه اللي تناسب الوجه تاعكم. انا ما ندمتش اللي اختاريت هذه. الفرق بيناتهم ماشي فقط في اللون، في هاد الشعيرات من السيليكون كيما النتوءات هذه هي اللي تختلف، هي اللي تحدد واش كانت مليحه، واش اذا مليحه للبشره العاديه او للبشره المختلطه الى دهنيه الى اخره. نقطه ايجابيه اخرى هو الديزاين تاعها، يعني كلاس بزاف، يعني شكل تاعها شباب. ايضا الايجابيات هو انكم ممكن تحدوا سرعه الترددات، يعني لي فيبراسيون، واش تزيدوا لها ولا تنقصوا لها على حساب نتوما البشره تاعكم اذا كانت تحمل ولا ما تحملش. وايضا فيها واحد الضوء هنايا ليد كما راكم تشوفوا، كي تضغطوا عليه يشعل باش يخبركم بلي راها اون بوز، يعني ما وقفتوهاش نهائيا باش تعاودوا تكملوا الاستعمال تاعها. الشيء الاكثر ايجابيه فيها، الشيء الايجابي اكثر فيها هو هذوك لي فيبراسيون، يعني هذوك الترددات هذوك يشتغلوا بزمن، يعني تشعلوها تبدو تستعملوا فيها على هذه المنطقه لمده بعض الثواني، يعني نظن 10 ثواني، بعدها راح تتوقف وتعاود تستمر في التشغيل باش تخبركم بلي لازم تغيروا المنطقه باش ما تهلكوش البشره تاعكم وتفوتوا من منطقه الى الثانيه. بعدها تتوقف باش تعرفوا بلي لازم تغسلوا الوجه تاعكم بالماء، ومن بعد تحطوا الكريم تاعكم وتعاودوا تستمروا في الاستعمال باش تعملوا مساج باش تدخلوا مليح الكريمه او كريم الترطيب او الزيت تاعكم للبشره تاعكم. هذا هو الشيء الاكثر ايجابيه فيها، لانه يحدد لكم يعني شحال من مده زمنيه تبقوا في كل منطقه باش هكا ما تهلكوش البشره تاعكم. يعني هذا شيء رائع ومش اعتيادي، صراحه انا شخصيا مانيش شايفته في منتجات، يعني في ماركات اخرى. واش هي الحقيقه السلبيه اللي ما عجبتنيش فيها؟ كاين واحد نقطة صغيرة ما عجبتنيش فيها، هو انها حسيتها في بعض المناطق من الوجه كيما العظمة تاع الانف او العظمة تاع الجبهة، حسيتها
مؤلمه بعض الشيء، لانها كما تعرفوا الخدود فيهم هكا اللحم، فمت فمناسبه جدا، ولكن في عظمه الانف او هنايا في هذه المنطقه تسبب لي احمرار بسبب لي فيبراسيون هذوك، حتى واذا نقصت لهم في الانتنسيتي، يعني حتى اذا نقصت الشده تاعهم. الشيء الاكثر سلبيه فيها، واللي نوافقكم الراي اللي قلتوه لي في التعليقات ونوافقكم الراي 100%، هو السعر. سعرها مرتفع جدا، يعني 150 يورو او 200 يورو حاجه كيما هكذا. انا نظن بانه السعر مبالغ فيه نوعا ما، ولكن بكل صراحه اذا هذه تعطلت لي او اذا خسرت او اذا بغيت نقدمها هديه، اكيد راح نعاود ناخذ منها، لانه حسيت فعلا انه التنظيف تاعها مختلف عن الفرشات اللي كنت نستعملها من قبل. هذا رايي الشخصي، ولكن كما قلت لكم كل واحد وكل واحد ومقدوره، كل واحد وكيفاش يخمم. انا فقط عطيتكم رايي الشخصي عن هذا المنتج، واش هما ايجابياته واش هما سلبياته. نفوت الان الى المنتج الثاني اللي كنتو شفتوه ايضا في روتيني الاسبوعي، اللي هو هذا الحمام البخاري اللي نديره الوجه تاعي. متواجد في ماركات كثيره الى اخره، ولكن انا كي مشيت لموقع امازون خديت من شركه جود سكاي بعض المنتجات مع بعض باش يجوني كاع في طرد واحد، ما نبقاش نكسر في راسي. صراحه هذه ماركه صينيه، يعني ماهيش حاجه لوكس، ولكن تفي بالغرض. حتى اذا كانت صينيه يعني نحسوا بانه الجوده هنايا ماهيش جادجيت فقط. فهذا تستعملوه لفتح المسامات قبل ما تبدو في ليسوان تاعكم تاع البشره، قبل ما تحطوا الماسكات الى اخره. تعمروا هذا بماء مقطر او ماء معدني وتحطوه لداخل، ما تستعملوش الماء من الحنفيه باش ما تضيعوش لاباريت تاعكم بالكلس، يعني بالكالكير اللي يتحجر لكم من بعد. فقط يعني تفتحوه هنايا، تحطوا الماء، لازم تتابعوا المقادير على حساب هذا الكاس، ومن بعد تغلقوه وفقط تبرونشوه في الكهرباء هكذا وتضغطوا على هذا الزر. صراحه حتى اذا قربتوا البخار ما يحرقش، ماش حار بزاف، يعني تقدروا تستعملوه شحال من مره تحطوا فيه الماء، يعني ما يكملش ما يخلصش بسرعه. هذا كنت استعملته وصراحة ممتاز. إذا بغيتوا تكونوا واحدة من الفائزات بهذا المنتج، نعطيكم موعد على صفحتي في الإنستغرام. إذا كنتوا مازال ما تابعتونيش تابعوني، راح يكون كثير من المسابقات باش نفرحكم ببعض الهدايا. المنتج اللي بعده كنت وريته لكم وكنت بزاف عجبكم وبزاف بغيتوا تعرفوا عليه، هو هذا اللي ينزع الرؤوس السوداء من الوجه. هذه العلبة تاعه ايضا من نفس الشركه، شركه جود سكاي. السعر تاعها ماش باهت بزاف، ولكن راح نحط لكم ايضا تخفيض 10% اذا بغيتوا في صندوق الوصف. الشارجور تاعه هو هذا من شكل يو اس بي، يعني اما تحطوه مع الكمبيوتر تاعكم او شارجور كيما تاع جالاكسي، تليفون جالاكسي مثله مثل الفوريو. هذا هو، هذه الاله اللي تنزع الرؤوس السوداء من الوجه، راح نحكي لكم واش فيه. ايضا راح تلقوا هاد الاسفنجات الصغار اللي ممكن تستبدلوا بهم الاسفنجه اللي موجوده لداخل اذا تراكمت فيها الاوساخ، ولكن صدقوني راح تبقى لكم مده طويله، يعني قليل من تراكم فيها الاوساخ. الاوساخ تبقى فقط هنا، تنزعوا هذا وتنظفوه تغسلوه. يعني فيه خمسه تاع لي زومبو، هاد الرؤوس فيه كاين خمسه. الاول كاين الصغير، كاين ايضا الكبير. هادو ممكن تستعملوهم على المناطق، الصغير ممكن تستعملوه على الوجه، اما الكبير فتستعملوه فقط على الخدود او الانف، لازم تبتعدوا على المنطقه تاع حول العينين او حول الشفاه. بالنسبه لحول العينين او حول الشفاه راح تستعملوا هذا اللي جاي هكذا اوفال، يعني على شكل عين. اما اذا بغيتوا تقشروا الوجه تاعكم فممكن تستعملوا هذا الراس اللي فيه قطعه معدنيه هنا تشبه تاع الاظافر تاع المانيكور والبيديكور. والراس الاخير هذا تحطوه في هذا الراس الاخير الصغير، فيه نقطه فقط فتحه صغيره لعمل مساج بالاشعه الزرقاء. صراحه انا هذا ما جربتهش وما ما يهمنيش كثير، ولكن اللي يهمني اكثر هو هذا الفتحه الصغيره هذه. كي تشعلوا من هذا الزر وعندكم ثلاثه تاع يعني تاع يعني شدة الامتصاص، عندكم ثلاث مستويات، منخفض متوسط الى مرتفع.
حذاري 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 جدا من المرتفع، لانه ممكن يسبب لكم احمرار، يعني هكا تحقن دم في بعض المناطق. انا صرات لي في هذه المنطقه هنايا في اول مره جربته استعملته، يعني وقعت لي كارثه. يعني يكونوا حذرين جدا، يعني تبقوا فقط ثانيتين يعني هكا ثانيه او ثانيتين وتجبدوا، ما تبقوش بزاف في نفس المنطقه باش ما يتسبب لكمش احمرار وباش ما يهيج لكمش وما يخسر لكمش البشره تاعكم. ولكن فعلا يعني عنده نتيجة، راح نوري لكم بعينكم، راح تشوفوا النتيجة كيفاش هي. كما شفتوا البنات منتج رائع، وانا نستعمله يعني ملي بديت نستعمل فيه ما تخليتش عليه خلاص، يعني وقفت هذوك الماسكات اللي نزعوا الحبوب السوداء بطريقه يعني ماهش دقيقه الى اخره. فهذا المنتج انا بالنسبه لي هو اروع منتج للتخلص من الرؤوس السوداء. الاخر منتج راح نوريه لكم الان اللي كنتوا شفتوه هو هذه القاروره اللي عندها هذه الحقيبه، هذه نحطها لداخل فيها، جميله جدا. وهذه هذه تحطوا فيها ماء معدني، ومن بعد كي ديروا هكذا راح يخرج لكم يعني يخرج لكم بخار بارد لتخفيف التهيج وترطيب البشره من بعد الاستعمال تاع كاع هذوك الكريمات وهذوك كاع هذوك المنتجات اللي استعملتوها ولي سوان اللي درتوها والروتين اللي درتوه. هذه اخر مرحله اللي تخلصكم من هذاك التهيج الى اخره، وتحسوا يعني براحه كي تستعملوه. يعني الاستعمال تاعه سهل، اكيد فيه راح تشرجوه كي يتشرجى، فقط تملؤوه هنا شويه ماء معدني تغلقوه وفقط تضغطوا على هذا الزر وتبدوا تستعملوا فيه على الوجه تاعكم، وصراحه ابيزون لدرجه رائعه. حتى اني بديت ناخذه معايا كي نخرج برا يكون حر بزاف، فنحطها السيرين على وجهها باش تحس كيما البروميزاتور، يعني سي كوم اون بروم، يعني كيما البخاخ تاع الماء، والماء تاعه بارد. فوليت ايضا ناخذه معايا كي نخرج مع بناتي. هادو هما المنتجات اللي طلبتوني نحكي لكم عليهم بالتفصيل. ان شاء الله يا ربي المعلومات اللي عطيتها لكم تكون فادتكم وساعدتكم باش تختاروا المنتج اللي يعجبكم. اذا بغيتوا تفوزوا بمنتج من هذه المنتجات، موعدنا على صفحتي في الانستغرام، كل الروابط راح تكون في صندوق الوصف. نبوسكم بزاف، الى اللقاء.